عبد الرحمن، أحب أعرفك منال. منال شخصية مخلصة جدا وهتشتغل معانا. ازيك يا عبد الرحمن؟ اتشرفت. أهلا وسهلا. ها يا عبد الرحمن، منال ما بتفكركش بحاجة؟ في الحقيقة لا. ما كانش له لزوم جو الأفلام اللي أنت عملته ده. كان ممكن تقولي إن إحنا رايحين نشوف عمر وخلاص. مبقاش عمر خلاص. يعني إيه؟ يعني اللي أنت شفتيه ده اسمه عبد الرحمن. عمر فقد الذاكرة في الأردن. وإحنا فهمناه إنه اسمه عبد الرحمن وإنه واحد من رجالتنا. إيه رأيك؟ أنت عارف يا دودة، أنا بحب المفاجآت. حبيت أختبره قبل العملية. عملية إيه؟ إحنا مش قلنا بلاش الأسئلة الخطر دي تاني يا ندى؟ قلنا. خلاص خلينا في المهم. عملت إيه مع الكونسول اللي أنت كنت بتقولي عليه؟ خلاص ظبطت كل حاجة. وهنقابله قريب. برافو يا ندى. جود جاب. شاطرة أنت يا ندى. طول عمري. عرفت تعمل ايه يا جلجل جميل؟ بس انا لو عملت كده وهيب بيه هيقتلني. لو ما عملتش كده انا كمان هقتلك يا جلجل. شوف، انت دلوقتي بين ايدي، يعني ممكن اقتلك في اي وقت، لكن لو عملت اللي انا عاوزه هسيبك تمشي. ساعتها بقى عايز تهرب من رهيب براحتك. بس حتى تهرب منه ليه اساسا؟ انت عارف ايه اللي هيحصل له بعد كده صح؟ اتفقنا؟ السكوت علامتك يا ده. يلا خد نورك، شيلوا البابيون وننزل دي كده شويه عشان ما تبانش. يلا. ايوه يلا معاك المايك. اكشن. انا جلال فاضل. لا نعلي صوتنا، نعلي صوتنا جلج. يلا تاني. اكشن. انا جلال فاضل، شغال مع وهيب بيه العزازي. وهيب بيه كان خلاني أبلغ عن القنبلة اللي حطيناها في المدرسة قبل ما تنفجر بساعتين. ولما سألته ليه؟ قال إنه جاب آخره من عدنان ولا معاه وإنه خلاص ناوي يدخل مرحلة جديدة. انكات. هي لجي الكلمة. أداء مقنع أوي أوي. خلي بالكم منه كويس. عادل بيك، أنت مش قلت لي هتمشيني؟ حصل. وعادل الويلي لما يقول لك انه هيمشيك يبقى هيمشيك. بس انا ما انصحكش تروح لوهيب. انت عارف ممكن يعمل فيك ايه؟ Thank you.
خير يا متر؟ في حاجة مهمة؟ كنت بكلمك عشان أسألك لو عرفت حاجة يعني الناس اللي هيجيبهم القنصل بتاعك. لا لسه، بعدين احنا قلنا بلاش مكالمات علشان احتمال تليفوناتنا تكون مترقبة. في حاجة جديدة؟ لا أنا بس قلت أسألك عن مستجدات الشغل. ما احنا اتفقنا يا متر ان انا اللي هقول لكم بالطريقه اللي اتفقنا عليها ولا ايه؟ ما انا عارف بس يعني ما فيهاش حاجه لما اتصل اسال. هو انت وراكي حاجه؟ ما تيجي نشرب كاسين؟ والله بجد كاسين؟ طب بقول لك ايه يا متر؟ ولا اقول لك؟ بقول لك ايه يا طارق؟ احنا العلاقه اللي بيننا علاقه شغل وبس، فياريت نخليها كده عشان ما نخسرش بعض. احنا لسه في بيننا بيزنس ماشي؟